اول مره نشوف حاجه زي كده، يعني اول مره اشوف حاجه زي دي. الضرب والرصاص، يعني الرصاص في البيت، يعني الرصاص والشظايا اللي بتقع في البيت برضو، او الارض بتتهز، البيت بتهز ويتقع علينا. اكتر حاجه الجيران طوالي دي وقعد عليهم دانا، ودي اكتر حاجه خلتنا يعني احنا رعبتنا وبقينا نطلع، واضطرينا طلعنا. يعني ما كان في مويه، ما في كهرباء، ما كان في لبن حليب للاطفال المعاي، يعني ما كان في اي حاجه عشان نقدر نقعد، اضطرينا طلعنا.